فيه فهو كان يترأس اللجنة وترأسها بكل امتياز، فنقص نصفه عليه بحرارة في جمهور الاتفاق. قلنا أي عضو عندنا في جماعة الدار البيضاء لبسوا مسند كامل. الشخص الآخر يا ربي تجيب له الشفاء، لأن للأسف هو يرفض فعلا بأحد المستشفيات الخاصة، نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، الله يخرجه بسلام. فحوادث كتوقع غير الله يخليك، ما يبقاوش يتزايدوا علينا، راه حنا مستشارين، راه حنا بشر، راه حتى راه أي واحد فينا ينزلوا يقعدوا عليه. شكرا.